خدمات بلدية تقدم لمواطني بابل بحجم مكانتها بين المحافظات. بلدية الحلة والجهد الخدمي الخاص بمحافظ بابل يعملون على جدولة تنظيف الأنقاض والنفايات ورفعها من الساحات العامة والأحياء السكنية للمحافظة بشكل عام وتحويلها إلى ساحات خضراء، مما جعلها تستعيد نظارتها وألقها من جديد. أبرز ما في حملتنا والخطة الجديدة هي تحويل الساحات من مكبات نفايات إلى ساحات خضراء، وذلك بقلع التراب الغير صالح للزراعة ودفنها بتراب صالح للزراعة وتقسيمها إلى ألواح وساحات خضراء زراعتها بالشتلات المختلفة. باشرنا يعني بالشوارع الرئيسية من بعدها المناطق، واللي نترجى من المواطن عدم رمي النفايات والأنقاض بشكل عشوائي خدمة لصالح العام. تحويل أغلب الساحات العامة في المحافظة إلى مناطق خضراء يأتي في أولويات البرنامج الخاص للحكومة المحلية في بابل. توجيه سيد المحافظ هذه الفترة على رفع تعديل الساحات، الأيام القادمة راح تشوفون مشاريع وإنجازات وبابل إن شاء الله أجمل. مبادرة خدمية من قبل الحكومة المحلية في بابل بتحويل ساحات مكبات النفايات إلى ساحات خضراء عامة لتحسين منظرها وجمال بيئتها خدمة للمواطنين. من باب العلاء الجراح، العراقي الإخبارية.